مسلسل حيرة وأحداث الحلقة 86، تابعوا النهاية لأن الأحداث كلش قوية. وسهيل بيعرض تصاميم فريدة على جمال وبتعجبه، وتعالوا نشوف الأحداث. وفاء بتروح على البيت وبتهدي رويدة، سهيل بيروح وبيعرض الرسومات بتاعت فريدة على جمال، وطبعا أول ما بيشوف بيقول إن دي حاجة كويسة جدا، بداية كويسة. بيقوله خلاص ده حاجة فريدة، أنا لقيتها على المكتب، إيه رأيك تاخدها تشتغل معاك؟ قال له أيوه بس هي توافق؟ قال له معرفش أنت تقنعها، وعلى فكرة دي مسودة يعني ممكن تعمل أكتر من كده. وطبعا بيتفاجئ جمال إن الحاجات دي كلها بتاعت فريدة وبيفكر فيها وحن للماضي. بينما بنلاقي رويدة منهارة وبتعيط، وبيجي كمان من بره، ووفاء بتحاول تهديه وتقول إن هي ما عملتش حاجة وحشة، وبيجي بعد كده عدنان وكمان بيثور عليه وبيقول له أهلا أهلا أبويا العزيز وصل، أهلا معاك صحفيين ولا مش معاك؟ قول لي إذا كان معاك يعني عشان خاطر نتصور كلنا. فضل يتريق عليه وكان متضايق جدا منه. عدنان بيقعد وبيقول ان هو ما عملش حاجه وانه كان قاصد خير وانه مالوش اي علاقه باللي حصل في الجرنان والكلام ده، لكن طبعا كان كمان بيتعمد ان هو يهينه ويقول له رجل الاعمال. عدنان بيزور العيله الفقيره اللي ابنهم كمال هياخد منها ودي اللي يهينه، وعدنان مسك قلبه وكان متضايق جدا وتعبان. وفاء اخدته على طول علشان تروح بيه، وكمان ما كانش شاعر باي خوف ناحيه ابوه. فريدة قاعدة بتفتكر في كلام جمال، وكمان بتفكر فيه وفي اللي حصل زمان، وبيجي لها بيتكلم معاها بيقول لها ان الرسومات دي بتاعتها. قالت ايوه، ايه اللي جابها عندك؟ قال لها انا عايزك تشتغلي معايا في التصاميم. بتقول له مش عايز اشتغل معاك. سمر بتسأل عن جمال، وسعاد بتغيظها وبتقولها ان هو راح لفريدة لانه قبل ما يمشي كان سايب خبر. اما بالنسبة لكمال متضايق جدا من رويدة، بيقول لها انا كان نفسي ابقى قاعد في البيت هنا، كان عندي حلم كبير معاكي، كان فعلا كنت حاسس ان ده بيتي، لكن للاسف انا مش هقدر اقعد هنا ولا ثانيه. وهي بتعيط وبيقولها ليه عملت فيا كده، وكان متضايق جدا من تصرفها، وبيقولها ان هو هيخرج دلوقتي من البيت. وبيخرج وهي بتبقى طبعا متضايقه وزعلانه جدا مش عارفه تقول الحقيقه. وعدنان بيروح للبيت عند بنته وبيبقى تعبان، فبتطلب له على طول الاسعاف وبيروح على المستشفى. وجمال بتتصل بسمر وهو مع فريده بتقول له انت فين؟ بيقول ان هو جاي دلوقتي، وبيقول لفريده فكري في موضوع التصاميم وانك تشتغلي معانا. وبعد كده بنشوف رويده بتروح على طول علشان تشوف عدنان في المستشفى، وبتلحق كمال وبتقول له، وبيروحوا مع بعض. بينما سمر متضايقه، اول جمال ما بيدخل بتزعق فيه ان هو راح لفريده وبيقولها انا كنت رايح علشان شغل وعشان خاطر التصاميم. ردت وقالت يعني هي بتفهم في حاجه، تصاميم ايه اللي انت رايح علشانها؟ كانت متضايقه ومتنرفزه وغيرانه جدا عليه، وقال لها خليكي واثقه من نفسك وكمان خليكي واثقه من شغلك وتصاميمك. سمر بتزور فريده بتتريق على رسوماتها وبتقول ان الرسومات دي طفوليه جدا. فريده بتعزمها على القهوه لكنها بتقول لها مره تانيه وبتمشي، وبتبقى متضايقه جدا جدا من اللي بيحصل ده. بينما بنشوف عدنان في المستشفى ومديحه جنبه وكمان وفاء، وبيطلب يشوف ابنه كمال، وكمان بيحن على ابوه بيدخل يقعد معاه. وملاقي بعد كده سمر بتروح البيت وهي متضايقه جدا وخايفه ان فريده تاخد منها الجو يعني في الشغل. وبعد كده بيجي جمال بيعتذر لها على اللي حصل، وكمان بيعزمها على العشاء بره. وبنلاقي سهيل بيسمع المحادثه بين سمر وجمال، وهو بيقولها لازم نتجوز قريب، لازم نحضر فرحنا قريب. وطبعا بيسمع كل ده وبيروح يتكلم معاها بره وبيقول لها فاكره انك انت هتتجوزي جمال؟ مش انت اللي هتكوني جنبه، فريده اللي هتكون جنبه بالفرح. وطبعا بتصدم وبتتضايق من كلام سهير، وهي تظاهرت ان هي بتتكلم مع حد تاني، لكن سهير اكد لها وقال لها صدقيني عمرك ما هتتجوزيه، فريده اللي هتكون جنبه. عدنان موجود عند بنته وفاء لانه كان تعبان وخرج من المستشفى على هناك. بتروح مديحة تديله العلاج، بيعمل نفسه بياخد الدواء وبعد كده بيحطه في جنب وبيتصل بواحد وبيشكره على انه ساعده، وبيتضح لنا ان عدنان مش تعبان ولا حاجة، عمل كل ده وافتعل كل ده علشان خاطر كمال ابنه يحن عليه. وسام بيروح يسأل عن رويدة وبتكلمه سهير بطريقة وحشة وبتقول ان هي مش موجودة وان هي موجودة هناك، كانت في المستشفى مع عدنان كالمريض. بلقيس بتقول لها ليه بتقولي له كل حاجة وليه بتكلمي بالطريقة دي؟ قالت لها دي قلت وخلاص. وبنشوف بعد كده سمر
بتروح لأم سهيل عشان تهدده كالعادة. وبنشوف بعد كده عدنان بيتكلم مع كمال وبيقوله لازم تنزل معايا الشركة. قال له أنا قلت لك رأيي في الموضوع ده، أنا مش عايز أنزل الشركة معاك وأنا هعتمد على نفسي. سعاد بتوصل البيت ومش بتلاقي حد فيه غير جمال وبتسأله عن أهل البيت. رد وقال إنهم كلهم موجودين عند وفاء من امبارح، طبعا ما يعرفش حاجة عن مرض أبوه. بينما كمال بيرفض إن هو يروح الشركة عند أبوه أو يتلقى أي دعم منه، بيقول له إن إحنا أنا ورويدة هنتجوز مش محتاجين أي حاجة منكم. بياخد رويدة وبيمشي، في حين إن فريدة كانت مبسوطة جدا بالتصاميم بتاعتها. تبدأ إن هي تعمل تصاميم علشان المفروض إن في مسابقة هتدخل فيها هي وسمر وهيختاروا وهيبقى في تصويت، واللي هتفوز تصميماتها هي اللي هتتنفذ. وبنشوف بعد كده كمان بيروح مع رويدة البيت وبيقول لها سامحيني على كل اللي حصل امبارح واني اتنرفزت عليكي، مش هعمل كده تاني، مش هسيبك ابدا. سهيل بيروح وبيتفاجئ بوجود سمر هناك مع امه، واضح ان هي جايه عشان خاطر تهدده. قال لها انت عايزه ايه بالظبط؟ وايه اللي جابك هنا؟ قلت لك كذا مره ما تلعبيش معايا اللعبه دي وبعدي عن امي ومركيش دعوه بيها. قالت له انت اللي بدات باللعب وانت اللي دايما بتقف في طريقي، علشان كده اتحمل بقى اللي هيحصل لك. وبتهدده بامه. بينما بنلاقي بعد كده سعاد بتروح تزور فريده، وهناك بتوريها التصاميم وبتنبسط بيها جدا سعاد. لكن فريده قالت ان التصاميم دي ما عجبتش سمر، قالت لها سيبك منها. فضلت تتكلم عنها وقد ايه ان هي مش بتحبها. فريده قالت لها غير الموضوع، بلاش تتكلم في سيرتها. بينما سهيل بيهدد سمر وبيقول لها اخرجي من هنا، كانت بتهدده بامه لدرجه ان امه كانت خايفه وقال لها امشي من هنا احسن لك وما تجيش ناحيه ماما تاني. كانت خايفه جدا منها، لكن سهيل بيطمنها وهنشوف دلوقتي ان هو هياخد حاجتها ويمشيها من المستشفى. بنلاقي بعد كده سعاد كانت في المطبخ بتطلب منها مديحه مشروب، بعد كده بتروح لعدنان وبتلاقيه محضر يعني حاجه كده هديه هيديها الرويده زي سلسله او قلاده، وان هو هيروح لهم النهارده ويقدمها لها ويخطب كمان رسمي. طبعا مديحه وجمال ما كانوش مصدقين حاجه زي كده. وسهيل بيلم هدوم امه علشان خاطر يبعدها عن المستشفى لانه خايف عليها من سمر. وسعاد بتسمع المحادثه بين عدنان وجمال ومديحه وانهم جايين علشان يخطبوا رويده رسمي، علشان كده كلمت بلقيس وقالت لها عشان تستعد وتعمل حسابها. بلقيس ما كانتش مصدقه ابدا وقالت لسهير ورويده. رويده ما كانتش مبسوطه. بنلاقي كمان شغال في المحطه ومعاه وسام، كالعاده بيتعمد وسام ان هو يهينه. وبتيجي سهير وبتقول له ان ابو باك ومامتك جايين دلوقتي، فبيروح معاها على طول. وبتستعد رويده وبلقيس بتتكلم معاها وبتقول لها مالك، ايه اللي غيرك، مش مبسوطه ليه؟ وبتوصل مديحه وعدنان عند بيت بلقيس. وملاقي بعد كده سما كانت قاعده بتتكلم مع جمال بيقول لها كنت فين كل ده؟ قالت ان هي كانت بتظبط موضوع التصاميم بتاعتها. قال يا ريت ترتبي الموضوع علشان خاطر اقابل باباكي ومامتك، انا لازم اخطبك منهم. قالت ان شاء الله. وبتلاقي فريده داخله عنده عشان تقدم له التصاميم بتاعتها وبتبقى متضايقه جدا منها وغيرانه. وبنلاقي بعد كده بلقيس بتقعد وبتتكلم مع عدنان ومديحه، وكمان بيوصل وبيقول له انت عايز ايه بالظبط وايه اللي جابك. بيحاولوا طبعا يهدوا كمال وبتعزم عليهم بلقيس بالاكل. وجمال بيقول لفريده على بعض التعديلات في التصاميم بتاعتها المفروض انها هتظبطها فيها. وبنلاقي بعد كده سمر خلاص بقت دلوقتي بتدور على واحده علشان تكون امها. قررت ان هي تجيب واحده كده تاجرها زي كومبارس او ممثله يعني مش معروفه علشان تبقى امها قدام عيله جمال. وبيجي بعد كده سهيل بيقولها فين فريدة، اكيد عند جمال صح. بيدخل سهيل على الحاسب بتاعها وبيلاقي صور لستات، وطبعا كانت بتختار ما بينهم واحدة تشبهها شوية يعني عشان تكون امها. بينما رويدة بتقدم المشروبات لعدنان وبيقول انه ما جاي عشان خاطر يخطب رويدة، احنا اكلنا وشربنا لازم نتكلم في الموضوع. كمان بيقولوا احنا مخطوبين اصلا. قالوا ماله برضو، احنا جايين نتكلم في الموضوع ده. بينما سمر بتتضايق لما بتشوف جمال مع فريده، بتتعمد ان هي تزعلها وتضايقها وبتقول قدام جمال ان هي كلمت اهلها وهيجوا قريب.
فريدة بتتوتر وبتروح وبتمشي من قدام جمال وبتنسى التليفون بتاعها. أما عدنان بيقدم القلادة لرويدة علشان خاطر كان يخطبها، لكن كمال بيرفض وبيقول مش محتاجين حاجة منك، أنا قلتلك أنا مش عايز أي دعم منك ولا أي فلوس منك. سهيل بيتكلم مع جمال عن أخباره مع سمر وكده، قال له كويسين. بعد كده بيتكلموا شوية في الشغل، وبيكتشف جمال تليفون بتاع فريدة نسياه عنده في المكتب. وعدنان بيسلم على عيلة بلقيس علشان ماشيين هو ومديحة، بس بيحط القلادة في ايد رويدة بيقولها خديها وخليها معاكي، وكمان بيقول احنا لازم نحدد ميعاد للجواز. وجمال بيروح علشان يدي لفريدة التليفون بتاعها، لكن قالت له ان هي شغالة في بعض التصميمات وعايزة رأيه. بيدخل يتكلم معاها، لكن كان الوضع شوية متوتر بينهم. قدمت له القهوة، طبعا بدأ ان هو يعني يبص لها يلمس ايديها حاجات زي كده. بينما رويدة مش عارفة تعمل ايه في الموضوع ده، وكانت ماسكة في ايديها القلادة. وكمان بيدخل وبيشوفها معاها، بيقولها ايه اللي خلاكي تاخدي القلادة دي من ابويا؟ قالت له انا اللي اخدتها. قال ابويا اكبرك؟ قالت لا انا اللي اخدتها. وساعتها بيزعل منها وبيسيب البيت ويمشي. وبلقيس وسهير بيستغربوا. اما بالنسبة لجمال كان قاعد مع فريدة، هما قاعدين يعني كان مرتبك شوية، فبيندلق القهوة على التصاميم بتاعة فريدة. قالت له خلاص مفيش اي مشكلة، بيستأذن على طول علشان يمشي. وبتنتهي الحلقة على كده.